السائلة لام عين تقول: زوجي يضربني ويسكر ويشرب الدخان ويسهر خارج المنزل مع أصحاب السوء، وربما سهر معهم في المنزل، فإذا كانوا في منزلي أقفل على نفسي وأولادي الغرفة خوفا منهم، فماذا أفعل؟ هل يجوز لي طلب الطلاق منه؟ فإني لا أطيق العيش معه، وأذكر الوعيد للزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها، أفتوني جزاكم الله خير. نعم، مثل هذا الزوج الذي يشرب المسكر ويسهر الليل مع الفسقة ويخشى منه الشر، لها أن تطلب الطلاق والمفارقة منه، لأن بقاءها عنده ضرر عليها وتخاف منه السوء، فلها أن تطلب الطلاق ويرزقها الله أحسن منه إن شاء الله. ولا تدخل في الحديث أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، أو كما جاء، لأن هذه سألته لسبب ومبرر. إنما الوعيد في حق امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير سبب ومن غير داع لطلب الطلاق.